السلام عليكم، معكم محمد الصغير. في هذا الفيديو سأريكم ما خلف الكاميرا وأيضا ما خلف الكواليس، وسأريكم مكتبي قبل أن أقوم برميه في القمامة. نعم، رميه في القمامة، سأقوم برميه. هذا آخر فيديو أقوم بتصويره فيه. سأودع هذا المكتب، سأودع العديد من اللحظات، وسأودع الكثير من الذكريات. سأودع بدايتي التي كانت من هذه الغرفة وهذا المكتب البسيط الذي ستراه الآن، وسترى المعاناة التي كنت أعانيها طوال مسيرتي مع المدونة. نبتدئ على بركة الله. طبعا في البداية سترى الترايبود الخاص بي. نعم، الترايبود إذا صح التعبير. فالترايبود الخاص بي يتوفر كما ترى أمامك على 4 أشياء. الشيء الأول وهو كاميدوني قديم جدا، بعد ذلك اللابتوب الخاص بالحاسوب الخاص بي، يعني العلبة الخاصة باللابتوب، بعد ذلك علبة حركة عربية كذلك يعني ريموت الخاص بالشاشة تلك، شاشة سنمر إليها. أضع هكذا الريموت فوق هذه 3 أشياء، بعد ذلك أضع التليفون أو هاتفي هكذا وأقوم بالتصوير. كما ترى أمامك هذه الطريقة التي أستعملها واستعملتها في حوالي أزيد من 300 حلقة. الآن نمر إلى الكرسي، هذا الكرسي الذي ترونه في الحلقات، وعندما تراه هكذا ستعتقد بأنه يعني كرسي فاخر نوعا ما، ولكن دعني أريكم الكرسي الذي سبب لي يعني مغص في ظهري. إذن هذا الكرسي هو تجميع بين 2 من الكراسي. لاحظ معي مشاهد الكريم، راح تشاهد معي يا صديقي هذا الكرسي الذي صورت عليه أزيد من 300 حلقة. كرسي هذا كرسي بروحه، وهذا كان دوار وفسد، فقمت بأخذه ووضعه على هذا الكرسي ولصقه بالشريط اللاصق. هذا الكرسي يا صديقي، لاحظ معي هذا الكرسي، لاحظ يا صديقي، لاحظ هذا الكرسي، هذا الكرسي طبعا لا أستعمله لأنه غير مريح أبدا، فقط في تصوير الحلقات يعني ليظهر هذا الجزء فقط، وتظنون بأنه يعني جيد. هذا الكرسي الذي أستعمله كرسي بلاستيك عادي جدا. هذا اللابتوب الخاص بي، لابتوب ديل إنسبايرون 5110، حاسوب جيد جديد نوعا ما، 8 جيجا في الرام ومواصفات رائعة للغاية. هذا الحاسوب المكتبي، حاسوب مكتبي هنا قديم جدا من السادس ابتدائي، يعني قديم للغاية، 1 جيجا في الرام يعني ضعيف جدا لا أستخدمه. الآن نمر إلى هذه الشاشة التي ترونها وتعتقدون بأنها يعني شاشة تشتغل، ولكنها على فكرة بأنها فاسدة، فبعد أن تعطلت وانكسرت الشاشة الداخلية لم أعد أحد يستخدمها، فقمت بأخذها وضعها فقط منظر يعني لا تشتغل. هنا سماعات يعني غير أصليات، هنا كاميرا فاسدة حتى يعني لم تشتغل، كاميرات بلوتوث لا أستعملهم، الروتر على فكرة الآن الإنترنت الكهرباء مقطوع، الكهرباء مقطوع نعم، ودائما ينقطع يعني، ولعلكم تستمعون إلى صوت المولد إذا كان مولد الجيران طبعا ليس المولد الخاص بي. الحافظة للنظارات، فلاش ميموري، هذه الكراسة التي يعني أقوم بكتابة أدرس فيها، واللغات البرمجة طبعا كل تعليم ذاتي ليس الجامعة، ومن هذا اسماء الأدوات الخاصة بالجيل بريك. لاحظ معي مشاهدي الكريم، أيضا على فكرة أتعلم أسماء الأدوات هنا، أتعلم اللغة التركية هنا الحروف، لدي هوس كبير باللغة التركية وأريد أن أتعلمها. هنا عصا سيلفي، عصا سيلفي عادية جدا. هنا الطاولة، الطاولة لاحظ مع الطاولة مشاهدي الكريم، لاحظ الطاولة من صف تاني ابتدائي، من صف تاني ابتدائي، وأنا أتوفر على هذه الطاولة يعني حوالي من سنة 2004، نعم 2004، وهذا الحاسوب من 2008، نعم 2008. هنا يعني هذا الجر الخاص بالطاولة، بعض السيديهات، العديد من الأشياء، هنا كوابل USB، العديد من الأشياء، يعني كثير من الأشياء مشاهدي الكريم هنا أتوفر عليها في هذا الدرج. أيضا تحت الطاولة هنا بعض الكوابل، هنا الأشياء يعني التي أسلاك، والكثير من الأشياء يعني
الداخل. ماذا بقى؟ فقط هذا شيء يعني طاولة من 2004. لاحظ معي يعني سأرميها أول شيء. الشاشة معطلة. هذه الطاولة، نعم هذه الطاولة مشاهدي الكريم، لاحظ معي هذه الطاولة، طاولة عادية قديمة قبل أن أشتري حتى هذه الطاولة، يعني قديمة جدا كانت المطبخ وأخذتها ووضعت عليها هذا الستار. ستار، لاحظ معي ستار يعني للنوافذ، قمت بوضعي عليه يعني حتى تخفي المنظر، منظر الطاولة الأبيض. ماذا بقى؟ هذه يعني حاملة يوجد بها الكثير من السيديهات، كثير من السيديهات هنا، كثير من السيديهات بها صور وغير ذلك. إذن هذا يعني نظرة من هكذا. نعم الإضاءة، الإضاءة هنا النافذة، يعني كان المكتب في تلك الجهة ثم نقلته ووضعته هنا يعني حتى بالقرب من النافذة ويكون الإضاءة جيدة. هذه النافذة يا صديقي، هذه النافذة، لاحظ معي يعني كما ترى هذه النافذة كما تلاحظ الإضاءة من النافذة كما قلت لكم، أيضا من هذا المصباح يعني قوم بتركيبه هنا في هذه الجهة. هنا سلة قمامة يعني شيشة أو قنينة 7 لتر ماء، قمت بقصها سائل ملابس، لاحظ معي قمت بقصها ولأضع فيها القمامة. هنا يعني الخيط التي تقوم بتركيبها، قبل تركيب هذا الخيط كنت أضع يعني هنا علبة أحذية، ولا شاهد الحلقة 89 يعني كنت أضع هنا علبة أحذية، وكذلك هناك يعني مكان الشريط اللاصق على الحائط أضع علبة أحذية وضع بداخلها يعني وراجع الكهرباء. الله أكبر. هذه العلبة، هذه العلبة أخي الكريم، لاحظ كنت أضعه هكذا على الحائط هنا، هكذا أضعه على الحائط وأركبها هنا في هذه البريزة وأقوي الإضاءة. هنا السماعات، هذه السماعات يعني لاحظ مع السماعات، لاحظ قديمة لي الغاية. هنا الروتر جاء إليه الكهرباء وبدأ يشتغل. ما تبقى لدينا، لم يتبقى أي شيء، هنا جهاز التكييف يعني مكيف لأشعر بالبرودة. هذا هو المكتب هكذا يعني، كنت أريد يعني أن أصور الغرفة كاملة ولكن تكفي هذه الفضاء. هذه النافذة التي أتوفر عليها مشاهدي الكريم. هذا مكتبي سأودعه يعني، انتهيت منه سأنتقل إلى غرفة الجديدة الفوق في الدور الثاني، مكتب جديد، غرفة جديدة، إضاءة يعني جديدة، سيكون هناك سبورت لايت، لن أحتاج إلى وضع علبة أحذية أو من هذا. بدايتي كانت هنا في هذا المكتب البسيط المتواضع، يعني ما رأيتموه يعني جزء بسيط جدا من المعاناة التي أعانيها. الكهرباء ينقطع دائما ب 12 ساعة، الانترنت دائما مقطوع، يعني أشياء بسيطة فقط التي رأيتها، يعني صدقني إنها أشياء بسيطة ماديا، ولكن معنويا الصعوبات التي واجهتها معنويا لا تأتي يعني حتى بنسبة 5% أمام الأشياء التي رأيتها. لاحظ معني الأشياء التي أقوم بالتصوير عليها، الطاولة، الكرسي، يعني هذا كرسي رأيتموه ولكن أمر إليه تنين، يعني أشياء صدقني إنها من صنع شخصي. الكثير يعني من الكثير الكثير من الصعوبات، يعني العديد من الحلقات كل حلقة أبتكرر فيها طريقة تصوير، يعني عصا السيلفي لم أستخدمها في السيلفي أبدا، أستخدمها فقط في التصوير وتثبيت الهاتف، أتوفر فقط على هذا الهاتف الذي أقوم بالتصوير به، لا أتوفر على كاميرا، لا أتوفر على أي شيء، ومع هذا وصلت إلى مستوى يعني كبير جدا من النجاح، 10,000 مشترك، أول مدونة تقنية في ليبيا تصل إلى هذا العدد. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد وضحت فيه الفكرة، وضحت فيه بدايتي. أتمنى أيضا أن يكون تشجيعي لك يعني مشجع جدا إذا كنت تريد البداية في مجال ما، فالبداية دائما صعبة، تقفي نفسك يعني تقفي ما تفعله وبإذن الله ستحقق ما تريده. هذه هي المكتب في نظرة بسيطة هكذا في النهاية. تلك شنطة اللابتوب التي بجانب الكرسي، تلك ورقة مكتوب عليها المرجو عدم الإزعاج، يعني ألصقها على الباب في
بعض الأحيان عندما أقوم بتصوير حلقات. وهذا هو. شكرا لكم، أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم، أتمنى أن يكون قد شجعكم، أتمنى أن تكون بدايتي قد رأيتم نسبة 5% فقط منها. نلتقي في حلقة قادمة، سيكون هناك العديد من الحلقات الرائعة في المكتب الجديد. أيضا سأقوم بجولة في المكتب الجديد بعد انتهائه. إلى اللقاء، إلى اللقاء يا مكتبي، عشت في أفضل أيام حياتي، يعني اقتربت من أن أبكي، أشعر بشعور يعني ممزوج بين السعادة والحزن. لم يبقى لي يعني سوى أن أودعكم وأودع هذا المكتب قبل أن أرميه. يعني سأصور فيه فيديو خاص بي يعني استرجعه عندما أذهب إلى الغرفة الجديدة والمكتب الجديد. نلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء، دمتم في أمن الله. هذا هو مكتبي كما لاحظتم، إلى اللقاء.